أربعة ثواني، خمسة ثواني، ستة ثواني. يا خبر اسود، ده الطر خدوا تشميسة. أكثر لعبة يفوز فيها اللاعبين. لا والله أبدا. أنا بص البنطلون اتشمر ده خارج من ميضة. هذه ثاني أسهل لعبة على الرياضيين. تشيل النظارة بس. ارمي النظارة دي في أي صندوق زبالة. أيوة كابتن، برافو. يلا يا خبر اسود، ده مش داخل لعبة الكورة يا جماعة، ده طالع الصندرة. كابتن أهو أهو، حيوية شباب، انطلاق. خبر اسود الواد يا جماعة، تحس انه ماشي على اللهب. طب احنا اللي يروح فين يكسب ولا ايه؟ اللي يروح في داهية هيكسب. برافو يا كابتن. استنى طيب استنى. حلو قوي يا كابتن. ايه ده ايه ده؟ يلا الان العودة، العودة الان. لا عودة ايه؟ هو في ذهاب من غير عودة يا كابتن؟ ايوه. رجلي وجعتني والله. رجليك وجعتك؟ يا راجل ده انت بتجري 90 دقيقة، مش قادر تجري دقيقتين. خبر اسود الواد جاله دوار، تقريبا سمع خبر وحش. رحلة العودة يا دكتور كانت. دكتور خلية الكلام في مخه حصل اترجت. مفيش مناديل؟ مناديل ليه؟ جايبين زهور شلبي. انت ما عليتش ليه؟ ها؟ ما عليتش ليه؟ انت بالصراحة اللياقة. لا وانت ابو اللياقة حسن والله. ابو اسلم بتقتني اي اسلحة يا كابتن؟ بندقية، مسدس، كلاشينكوف. كلاشينكوف؟ يا نهار اسود، انت بتكلم خط الصعيد. طيب بتحب الصيد؟ انا بحب الفلوس. اللعبة اللي حنلعبها الان اسمها بنت بول. يا جدعان الواد ماشي كده ليه؟ لازم نفوز يا كابتن. ماشي. طب ومنضرب في اي حتة يعني؟ مش ممكن تجيب في وشها او حاجة؟ هذا هو رمضان صبحي في ميدان المعركة، انني قادم اليك. يلا اطلع فوق يا كابتن. اي يا اهبل انت، هنا تاني مش هنا. ايه ده يا باشا ده؟ قوم قوم يا رمضان، قوم قدام على الاتجاه. في هواء، في هواء بيحرك الاتجاه. ده بيضا. طب خلاص خليهم، خلاص خلاص. لا 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 اخر البتاع بتوجع والله. بينا طلع واحدة، طلع واحدة. هنخسر يا رمضان ارجوك. ما نخسر ولا نتنيل يا نجم، خلاص اخر اخر. يا ولاد يا عم، ايش فيك انت؟ ايش فيك انت؟ بقول لك ايه، خلاص خلاص والله. دي اخر طلقه. ما ايه ده؟ ايه ده يا عم ده؟ هو بيضرب علينا؟ المهم انه احنا فزنا. فزنا على مين؟ احنا فزنا ولا ما حدش اتضرب غير. فوداني خدت واحدة فوداني. طيب أنا انبسطت جدا إني كنت معك. ربنا يخليك. الآن حتكمل مع زميلتنا سارة مراد، بس أنا بقول لك يا كابتن كلمة من قلبي. قول. أنا قابلت ضيوف كثير بس عمري ما قابلت واحد أطول منك.